سمحت يا أخ. أهلا وسهلا، أي خدمة؟ الأستاذ حسن موجود؟ لا، الأستاذ حسن في المينا. طيب متى يرجع؟ والله هو لما بيروح المينا ما بيرجعش، إنما بيرجع بالليل. يعني تداومون المساء؟ إن شاء الله. طيب شكرا. تحب نبلغه أي حدا؟ لا بس قل له إنه خارج جاك وأنا حتصل عليه أو أجيكم اليوم المساء. شكرا. أوكي. الظهر انك تعبان كثير، علشان كذا انا جيتك. خالد، الفترة اللي عشنا فيها مع بعض، غرفة طولها زي عرضها، زرعت في داخلي تقدير واحترام لك، وانت ضحية مثلي. صدقني خالد، الوحدة اللي احنا عشنا فيها هي اللي لازم تعطينا القوة عشان نستمر مع بعض ونساعد بعض. حسن، أنا محتاج وظيفة. أرجوك إذا كان عندك أي وظيفة شوف لي أي وظيفة. أكيد يا خالد، وصدقني خالد، أنا محتاج فعلا إنسان يساعدني في المكتب، وأنت إنسان صاحب خبرة. طبعا بس أبطلب منك طلب واحد. وشو؟ الوالد. وش في؟ ما أبغى يعرف عن هذه الوظيفة، على الأقل مؤقتا. أنت عارف الوالد مو حاب اني ارتبط مع اي احد من الماضي ويكون بيني وبينه اي شيء، خايف اني ارجع زي ما كنت. حسن، اذا كان وجودي ضايقك ارجوك خليني امشي. لا ابدا يا خالد. خالد، انا محتاج اثبت للوالد ان البدايه اللي انا فيها صح، زي ما البدايه اللي انت فيها حتكون صح. عشان كذا انا ما بقول. ما حق. المهم الحين خلينا نمشي، وانا عازمك على العشاء، بس ترى عشاء عزوبية. يلا. يا محمد يا ولدي، يكفي لعب، بتعور نفسك. تعال يا مولي، تعال يا حبيبي، تعال. انا ما بدي، تعال يا حبيبي. مسكين يا ولدي، تسلي نفسك وانت محروم من حنان ابوك اللي المفروض انه يلعبك الحين. دنيا. مش موجود، مسافر وجاي بعد اسبوعين. احنا اوكي يا استاذ على عمليه التسليم. المهندس حسن مش موجود، لما يجي خليه يكلمك. حاضر، مع السلامه. ايه يا رجب، عملت ايه؟ بعت الاوراق المؤسسه؟ بعتناها يا استاذ هلال. وايه اخبار عماره الحمراء؟ كله تمام، انا لسه جاي من هناك دلوقتي. بس المهندس جمال يا استاذ هلال، ماله؟ طلع فيا حته طلعه ليه وليه، ان انا بقول له الاستاذ هلال بيقول شهله شويه عشان ميعاد التسليم قرب. هو جمال هيشتغل في الازرق؟ ده طلع مش اوكي ابدا. ده بيقول ايه كمان؟ بيقول ده شغل بيني وبين المهندس حسن كمان. الله، يعني انا ماليش اعتبار ولا ايه؟ عموما انا لما يجي المهندس حسن هعرف شغلي معاه. اتفضل انت على شغلك. Thank you.
اهلا. اهلا وسهلا. هذا استاذ هلال. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا فيك. وهذا استاذ خالد ان شاء الله راح يكون سكرتير الخاص لين نلقى له وظيفه مناسبه. بس عاد لا اوصيك يا هلال، ابغاك تخلي بالك منه وتعلم ظروف العمل بالضبط. أوي. الو، هلا هلا استاذ علي. هلا. لا ابشرك، الحمد لله اسعارنا كانت منافسه ورست علينا. ايه؟ لا لا، انا مريت البنك اليوم الصباح وفتحت لكم الاعتماد. طبعا طبعا جابر التامين، بس احرص لي الله يخليك. ايه على ميناء جده؟ شكرا. والله حسب الظروف، خليها للظروف. طيب شكرا استاذ علي، شكرا اخوي، مع السلامة. ايه لزوم الاهتمام ده كله؟ وجابهولنا منين؟ ده كمان ساكن معاه. عارف، عارف انه ساكن معاه. هو ماشي ياخد برأيي، هو ياخد برأيي هو. طب وهنعمل ايه دلوقتي يا استاذ هلال؟ الواد ده مش سهل. الواد ده فيه وراه حكاية ولازم اعرفها. ممكن لو سمحت اشوف كشف العمال؟ ليه؟ علشان براجعه. ليه؟ لانه الاستاذ حسن طلب مني اني اكون انا المسؤول عن العمال، وطلب مني اني انا اجي واخذ منك الملف. الله، ده انا ما بقتش محل ثقه بقى. لا لا لا، اذا كانت المساله فيها ثقه وما ثقه انا اروح اقول انه انت تشوف انها ما لها داعي. انت جاي تهددني يا استاذ؟ وهذا كل اللي حصل بيني وبينه. فأنا الحقيقة ما أدري ليش هو بادي يتعامل معي بهالطريقة. خالد، لازم تعرف إن هلال كثير كويس، بس هلال السكرتير الخاص للوالد في الشركة، وعشان كذا خايف على مركزه. اسمع يا هلال، الكلام اللي أقوله لازم تفهمه زين. خالد هذا السكرتير الخاص، ومن حقي أخليه يطلع على كل الأوراق اللي تخص العمل. لما يطلب منك خالد أي شيء تنفذه من غير أي نقاش. ايوه استاذ حسن، لكن من غير لكن. الكلام اللي اقوله واضح؟ واضح. اوكي.
على السلامة يا أبو حسن. تفضل. الله يسلمك يا هلال. المهم أخبار الشغل إيه؟ الحمد لله الشركة ماشية عالي العال. طب الحمد لله. أنا مين الأستاذ؟ ده الموظف الجديد. موظف جديد؟ السكرتير الخاص بتاع الأستاذ حسن. آه سكرتير خاص. هو اللي بيقول. طب اتصل بحسن وخليه يجيني فورا على المكتب وانت كمان حصلني. حاضر. يا اهلا يا ابو حسن. بسم الله الرحمن الرحيم. كل يا هلال اخبار الشغل بالتفصيل ايه؟ الحمد لله كل شيء تمام. طيب الحمد لله، بس انا ابغى الاخبار بالتفصيل. كل شيء اوكي. اوكي يعني البواخر بتوصل في مواعيدها؟ اهي دي اللي مش اوكي. لا دي اللي لازم تكون اوكي، لانه اي تاخير يخلينا نخسر زبائننا. طب اهدى يا ابو حسن. اهدى ازاي وانت بتقول لي ما اعرف؟ اصل حسن بصراحه جاب لنا موظف جديد اللي انت شفته من شويه. ايوه شفته. ايش بك؟ هو ده اللي ماسك كل حاجه ومش مخلينا اوكي في العمليه دي. معقول؟ طيب روح واول ما يوصل حسن خليه يجي. لكن انا متاكد ان خالد صار احسن من الاول، والدليل الكلام اللي انا قلت لك. انا ما اقول لا. اجل ليش تعمل الورد سيدة؟ واحد طالع من السجن تبغاني يعني استقبله وارقص له يعني؟ الله يهدينا وياك، ما قلنا كذا، لكن ما يصير تسد الباب بوجهه. انا ما سديت الباب بوجهه، هو اللي سافر. سافر عشان يثبت لك انه رجال وانه قادر يتحمل المسؤولية، والايام تثبت لك يا ابو خالد. الحمد لله على السلامة يا ابوي. الله يسلمك يا ابني. ها اخبارك مع الشغل ايه؟ لا الحمد لله كل شيء كويس. انما انت طمني يا ابوي، اخبار الرحلة ان شاء الله كانت موفقة؟ ابشرك المناقصة ورسيت علينا، والباخرة اشتريتها. عال اكيد هذه فيها ذبيحه قريب. ذبيحه واحده؟ قول اثنين ثلاثه بس نوقع العقد. المهم ما قلت لي الموظف الجديد ده مين؟ هذا خالد. خالد صديق قديم اعرفه من زمان يا ابوي. صديق قديم. ومن متى محتاج الى سكرتير يا حسن؟ هو الحقيقه يا ابوي خالد كان شغال في شركه و وما كان مستريح، فيعني قلت يجيبه يشتغل معنا هنا في الشركة. يا سلام. أفهم من كده يا حسن أنت رجال من أصدقائك على حساب الشغل. المهم أنت عارف طبعا ما أحب أحد يمنع أخبار البواخر هنا عن أي أحد إلا بإذني. لا يا أبوي، وبعدين مين اللي يمنع؟ ومين اللي قال لك هذا الكلام؟ ما هو مهم مين اللي قال لي، ولا مهم مين يمنع مين. المهم ما ابغى اندم في يوم على الثقه اللي اعطيتك اياها. ابو حميد ايش قاعد تسوي هنا؟ ما قاعد اسوي شيء. شو ما قاعد لحالك؟ ليش؟ بقول لك شيء بس خايف لا تزعل علي. عيبه. معقول انا زعل عليك؟ قل يا حبيبي قل. صراحة مشتاق أشوف أخوي خالد. وش ذا الشياكة؟ أي شياكة؟ ها؟ صاير تليك. شباب وأنا أبوك شباب. أقول نعم. أقول شايفك هاليومين أنا بادي يعني تأخر عن البيت وتتشيك. أكد علشانك أنت وأخوك أكد. أدري إنك تكد. إيه؟ هالشياكة اللي أنا شايفها ذي ظاهر وراها حرمة ثانية. لا
اسكت لا تورط انا اسكت. لا وش اللي اسكت لا ترد مع امك ولد. لا انا ولدك ماني معلم جدي. اسكت وش فيك انت؟ اقول لك قاعد تنفخ علينا. اقعد ولد اقعد ورد اقعد اقعد. تراني بطل ملاكم هو. اقعد اقعد. اقول تراك ابونا. اقول لك اقعد. تراك ابونا اثقل خليك ثقيل. اي والله صحيح. نسيت نفسك انت. يا ولد تفضل. شو الساعة المباركة اللي جابتك عندنا؟ تفضل عمي تفضل. الحقيقة أنا ما جاي أسأل عن خالد. تسأل عن خالد؟ إيه أسأل عن خالد. عمي خالد مسافر. إيه أنا أدري إنه مسافر. بس وين؟ أعتقد راح جدة. إيه جدة؟ وين في جدة؟ والله عمي بالضبط أنا ما أدري، بس هو قال إن راح يروح لصديق له كان معاه في السجن. وبعد خالد لو سمحت جينا الحين. سكر الباب معاك لو سمحت. خالد ابو الوالد قال لك شيء؟ لا ما قال لي شيء، بس يبدو لي انه تفاجئ يوم عارف ان انا هنا. لا اكيد عشان اول مره شافك. عموما خالد زي ما اتفقنا انا ما ودي الوالد يعرف اي شيء الان. حسن ارجوك انا ما ابغى اكون سبب في مشكله بينك وبين الوالد. لا يا خالد ابدا ما في اي مشكله اصلا. اي بس لو عارف الوالد انك تخبيت عليه حكايه اني كنت في السجن ممكن يزعل مني. لا تخاف يا خالد انا اكيد راح اقوله في الوقت المناسب. بعدين خالد مو حرام انه واحد يخرج من السجن ما شغله، يعني كيف اللي يخرج من السجن نحكم عليه بالاعدام؟ عموما خالد انت روح شوف شغلك لين نشوف الحل. تفضل. نعم يا هلال. ايه والله ما انا عارف اقول ايه ولا ابتدي ازاي. ليه خير تكلم قول. انا ما جيتش الا بعد ما فضيت يا ابو حسن، وحبي ليك وحبي للشركه وحرصا على سمعه الشركه. سمعه الشركه انت شغلتني كده. قول في ايه. لا وصلنا الموضوع لكده. طب اتفضل روح انت وخلي حسن يجيني فورا. اوكي. لا حول ولا قوة إلا بالله. بعدين أرجوك يا أبوي لازم تفهمني، خالد إنسان كثير كويس ويستحق المساعدة. أنا سألتك سؤال واحد ومحدد وأبغى الإجابة محددة.
يا ابويا انا ودي اقول من غير كلام. جريمته ايه؟ مخدرات. لا حول ولا قوة الا بالله. يا ابني يا ابني انا طلبت منك تقطع صلتك في الماضي ده بالمرة، تقوم تجيب لي فوق الحد هنا؟ حرام عليك، سمعة ابوك نظيفة زي الجنيه الذهب. يا ابويا يا ابويا ارجوك تفهمني، خالد هذا انسان كويس. بعدين يا ابويا خالد حتى اهله تخلوا عنه. ها اهله تخلوا عنه؟ اقوم انا اتحمله. شوف يا ابويا انا لو شرحت لك ظروف خالد صدقني راح تتعاطف معاه، راح تساعده، انت طول عمرك انسان طيب. ارجوك يا ابوي ارجوك لازم تساعد خالد. صحيح، بس ما هو على حساب سمعتي وسمعه الشركه. يا ابوي العمل عمره ما حيتاثر، بالعكس العمل هو اللي حيغير خالد، واذا كان على العملاء ما في احد حيقول لهم. عجيب، ما في احد راح يقول لهم، اهو غيرك سمع وبكره الناس كلها تسمع. اسمع يا حسن، الباب اللي يجيك منه ريح سد والسريح. بس يا ابوي ما في بس، خلاص اسمع مني. انت تروح على مكتبك وتصرف له مبلغ كده مساعده وتخليه يمشي من هنا. لا يا ابوي انا ما اقدر، خالد انسان حساس. اسمع جلد. الكلام اللي قلت لك هو ونفذه بالحرف الواحد. حاضر يا ابوي حاضر، بس انا ودي اقول لك شيء، ودي اقول لك ان خالد هذا مكسب كبير لينا، خالد هذا انسان كويس، ارجوك يا ابوي تعطيني فرصه اساعده. اديني فرصه اساعده، انا كان ممكن الاقي نفس المصير اللي لقاه خالد لولا انه ربي ساعدني وانت وقفت بجنبي. وبعدين يا ابويا هذا الملف فيه كل انجازات خالد للشركه، ابغاك انت تشوفها وتحكم انت بنفسك. لا حول ولا قوه الا بالله. حتروح مني فين؟ ماشي والله. هلا والله. كيفك؟ كيف الصحة؟ ايش الكلام هذا؟ مو معقول كذا ولا تسأل. انا ما صدقت انت. كيف عرفتني انا هنا؟ استاذ خالد انت للاسف ما انت عارف انه انا لي طريقة الخاصة. اقول اقعد وترد علي كويس وقل لي كيف عرفتني انا هنا. عرفت انك هنا يا استاذ خالد من خلال اتصالاتك المستمرة مع ناصر ومع هالها. الحمد لله على السلامة. أهلين وسهلين. ها طمني شو أخبار الشباب؟ كل الشباب بدون استثناء. الله يسلمك. أسأل عليك لونك ما تسأل علي، لكن يلا بسيطة. خالد أنا جاي أخذ عمرة وقلت فرصة أمر أشوف شو أخبارك وأشوف شو مسوي في جدة. شو أخبارك في جدة؟ حسن راح للدمام، يعني يمكن بقعد له يومين ثلاثة مش عارف. وأنا الآن قاعد أفكر أقبل ولا ما أقبل. هي فعلا مشكلة. طيب أنت الحين وش ناوي تسوي؟ ما أدري فعلا ما أدري، يعني أنا بعد ما أثبت ذاتي وبدأت أحقق لا يا خالد لا، انت انسان مؤمن بالله، المفروض يكون عندك امل بالله اكثر. ونعم بالله، بس انا يعني خالد انت من غير انا انت لازم ترجع. ارجع لمين وشلون يعني؟ كيف ترجع لمن يا اخي؟ ترجع لبيتك والاهلك والناس والولدك. يا ماجد ارجوك لا تغلط نفسك، انت عارف وش وضعي.
تعرف انا ليش جيت هنا؟ انا جيت علشان اهرب، علشان اشوف نفسي، عشان احقق ذاتي يا اخي. خالد لا تقول لي خالد، ارجوك فهمني يا اخي. كيف افهمك؟ انت اللي لازم تفهمني. خالد انت ممكن تهرب من اي شيء الا من الواقع اللي انت جالس تعيش. تهرب من وين والوين؟ لا يا خالد، لازم تكون اقوى من كذا. لازم ترجع للناس وتثبت لهم نجاحك وتثبت لهم انك خالد زي اول واحسن. انا ما راح ارجع لين القى نفس اللي ضاعت مني. لا تقعد تكابر وتخرب. انا عارف ومتاكد تماما ان نفسك تقطر علشان ترجع. يا اخي لا تقعد تكابر. ناصر يعلمني باخبارك وباتصالاتك اليوميه عليه وعلى هاله، وانك تسال عن الولد. خلاص يا اخي. لو مو علشاني، علشان محمد ولدي. أرجوك يبا. يا بنيتي يا هالة، أنا فعلا فعلا أتمنى لكم كل الخير أنت وأخوش ناصر، وصدقيني عمري ما وقفت بطريقكم. يبا لا تنسى أني لازلت على ذمته. عارف يا بنتي هالة عارف، لكن اللي أبي منك تعطيني فرصة علشان أتأكد من الكلام اللي قاله ناصر. في الحالة هذه راح أعطيك كل اللي تبينه وكل اللي تقولينه وبنفسي. هالة أفهم من كلامك هذا أنك تبينه. يبا محمد بحاجة حق أبوه. لا يا حبيب، مش معقول الكلام اللي تقوله أنت. كيف أنا أتحمل الأرضيات؟ أنا معمدكم وفوضكم كمكتب تخليص يا أخي. تحملوني الأرضيات فوق جبت ما من لا يمكن تقنعني يا أخي. شوف أحسن حل أنا أجيكم في جدة وأقابل الشخص المسؤول عن التصرف هذا، لأنه مش معقول يا أخي أدفع أرضيات وغرامة التأخير كمان. لا يا حبيبي، لا 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 لا، أنا جاي بنفسي أشوف الشخص هذا المسؤول منه. أدخل. أهلا خالد، فضل استريح. يا هلا. صراحة خالد ابني، في بعض المواقف الإنسان يعني صعب يرتب فيها الكلام، إنما أقول لك كده أنا بعتذر لك ولا تزعل. اللي سويته ده كان حرصا مني على ابني، وعلى العموم أنا بعتذر لك شخصيا. العفو طالما ما حصل شيء، وثق تماما أنا مدين لكم بالشيء الكثير. لا إدانة ولا شيء، أنا طلعت على كامل الملف بصراحة، معجب بكل الأسلوب اللي أنت عرفت فيه. أنت توصلت لهذا كله كيف؟ بالعكس، يعني شايفه عمل متواضع جدا، يعني أنا جمعت بعض الأوراق من الفروع وحاولت أني أقدمه بشكل يعني منظم قليلا، بس أنا بالفعل يعني مدين الأخ حسن، لأنه هو اللي أعطاني الفرصة أن أثبت ذاتي، وأنا بالفعل كنت محتاج إلى فرصة علشان أثبت فيها نفسي وفيها ذاتي، وأنا عاجز عن الشكر. خالد، من الآن أنت مدير مكتبي. ألف 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 أخوك، علشان تعرف أن أخوك أخوك. أنت؟ نعم نعم. روح شوف، اسمع شغلاتك هذه ترى ما تجي عليها لولا إرادة الله سبحانه وتعالى. ثم وجودي أنا وأشكالي جنبك إن كان ضايع. إيش تقول له؟ إيش تبي يا أخي؟ أنت مش تبي؟ ها؟ أو دخلنا مع ولا خلصنا نبي نفتح يا شوي. أنا أبغى أفهم شيء واحد، ممكن ترجع معي للرياض الآن ما دام أمورك رجعت ولا لا؟ أنا أفهم واحد شيء صغير جدا. أنت مش دخلك فيني؟ هالرجال طاردك، مش دخلك فيني؟ بيحكيك من ديرة لديرة. إيش تبي بالضبط؟ أبغاك ترجع لي. ماني براجع إيش عندك؟ اسمع، اترك عنك الكلام هذا والغم. انا سمعت غم كل عيالك وعيالك وزوجتك ولدك، افهمني شوي، اترك الغم شوي، رجع
انت ما دريت وش صار فيني؟ ما دريت وش صار؟ وانا انقطعت هنا هالمده كلها ذي وعزابي. ايوه قصه حياتي. ما قصه حياتي، فهمني شوي بس. فهمني شوي. ايوه اخوك صار طباخ درجه اولى. اليوم علشان هالمناسبة الجميلة أنا عازمك على كبسة عباد الله. وأنت تطبخها؟ فاليك وعازمني أنا؟ طبعاً. شوف يا خالد أنا ما أقبل أخسرك على شيء أرجوك. لا لا الليلة ليلة. لا لا الليلة ليلة. من قال لك إني بروح المستشفى؟ أنا رجال وراي سفر. غسيل معدة ما غسيل معدة ما أبي. أنا أبيك فكرة مشرفة. بس أقول لك الجد، الجد شرفي عليك. علي انا اللي عازمه. انا؟ طبعا طبعا. شوف عاد انت مبسوط ورايق ومنعنش وما ادري ايش شغلاتك هذه، ترى ما تمشي فاهم ولا يا اخي؟ وترجع يعني عاد والله اللحظه بالتحديد كان شو تحجيب انا الان. انا اقول لك انا سعيد الان سعاده لا تتخيل. هل سلم معك؟ لا 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 بجد، لا بجد بجد الان انا سعيد حاسس اني انا برجع خالد. عارف خالد ايام اول بس هذه ما هي اول مره انا اتعامل معكم يا اخوي ابو حسن. بعدين الموضوع مهم بالنسبه لي جدا. طبعا يا ابو خالد سبق وتعاملنا وما عمره حصل مننا اي تقصير. على العموم تهدأ وان شاء الله ما يكون الا خير. اهدأ بس الموضوع بيسبب لي خسارة كبيرة يا أبو حسن. أنا شخصياً ما أقبل عليك الخسارة. على العموم كيف انحسبت الأرضية، كيف صار التأخير، أنا ما عندي خبر. عندي موظف كفء ونشيط وأكيد عارف عن الموضوع ده بالكامل. لو سمحت الآن أطلب لك هو. يا هلال لو سمحت خلي الأخ المسؤول عن الشحن والتخليص يجيني فوراً. على العموم يا أبو خالد أنت تهدأ وتريح بالك ونتغدى سوا ان شاء الله وما يكون له خير. انا مستعجل اخلص شغلي وامشي. الله يرضى عليك. لا لا ما في مستعجل، نتغدى سوا وسمك ان شاء الله. سلطان طبعا انت عارف موضوع البضاعه اللي تاخرت وانحسبت عليها ارضيه. ابغاك تشوف لي الموضوع ده بالضبط ايش اللي حصل، علشان البضاعه دي بتهمني انا شخصيا لانها تابعه لشخص عزيز علي. ولا يهمك طبعا، احنا يهمنا جدا انه احنا نريح عملائنا. خالد سبحان الله الحمد لله مدام انجمع الشمل نشوف موضوع البواخر والبضاعة والتأخير اللي حصل. أي بضاعة يا شيخ؟ أنا لقيت اللي أغلى من أي بضاعة بالدنيا.